يحضر او حد عايز اعاده يبقى الموضوع متاح. هنبدا ان شاء الله كده نشرح فكره اللوب او ريبيتنج. هي الفكره باختصار ان انا لو عايز انفذ عمليه معينه لمده مره واحده، فمثلا هعرف انتجر اكس يساوي 5، فانا عندي متغير اسمه اكس قيمته 5، فاذا حبيت ان انا اخلي العمليه بتاعه تخزين قيمه في اكس تتكرر اكتر من مره، بمعنى ان انا عايز الاكس شويه تبقى 7، بعدين تبقى يتغير قيمتها بشكل معين اكس كمان مره تبقى 3، بعدين ترجع مره تانية 7. فانا لو تلاحظوا الاستيتمنت دي متكرره متكرره، اكس قيمتها 7 و اكس قيمتها 3 واكس قيمتها 7 مره تانية واكس قيمتها 3 مره تانية. فنتيجه اي تغيرات بتحصل يعني في المعلومات، فبالتالي هتلاحظوا ان احنا عملنا حاجه اسمها ريبيت للاساينمنت. ريبيت للاساين ستيتمنت اللي هي عمليه تسجيل القيمه في المتغير. طيب ناخد مثال تاني كده برضو، ان انا لو حبيت اطبع مثلا حاجه معينه، حبيت ان انا اعمل رساله اسمها سيستم اوت تو برنت، وعايزين نطبع مثلا جمله معينه او ويلكم، وعايزين الرساله دي تطلع لكل يوزر يدخل مثلا على الاكونت او يدخل على المكان اللي احنا بنشتغل فيه، فبالتالي الرساله دي رساله ترحيب عايزينها تتكرر اكتر من مره. هي الرساله دي هتتنفذ في الكمبيوتر لمده مره واحده بس، لكن علشان تتكرر الرسالة أكتر من مرة فده هيحتاج إن إحنا نكتب. فقرروا إن هم يستخدموا أو قررنا إن إحنا نستخدم وسيلة جديدة للتكرار، بحيث نقلل عدد مرات كتابة الكود وفي نفس الوقت نوصل للكمبيوتر مسج أو انستراكشن تعليمات إنه يكرر الرسالة دي. فالشكل الأول للفكرة بتاعة تكرار الرسائل هي فكرة الفور لوب. والفور لوب لها مكونات أساسية، فبنكتب كلمة فور ونحط أقواس بتتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول إن إحنا هنفرض متغير وليكن انتجر i بيساوي 1 عشان إحنا هنبدأ من العد برقم 1. بعدين الجزء الثاني بنعمل سيمي كولن كأن الجملة انتهت، ونكتب شرط التوقف. شرط التوقف ده الجزء الثاني اللي هيكون عندنا، هنقول إن الاي القيمة اللي بدأنا بيها دي تكون أصغر من 5. وبعدين الشرط الثالث هيكون العداد او ان احنا نزود القيمة بتاعتنا. طبعا ده هيحتاج ان احنا نفهم ايه الخطوات اللي حصلت، فنقدر هنا مثلا نقول ان احنا عندنا 3 اجزاء. الجزء الاول هو الـ initial value، بعدين شرط التوقف، وبعدين الكاونتر. ده مكونات الفور لوب. وهنا اكتب جوه اللي هو سطر الطباعة مثلا system dot out dot print واكتب الرسالة اللي انا عايز اطبعها وليكن welcome وخلاص. طيب ازاي هتشتغل الفور لوب دي؟ الفور لوب دي زي ما اتفقنا، اول حاجة بيكون الانيشيال فاليو، دي بنسميها الانيشيال فاليو يعني القيمة الابتدائية للاي، وبعدين هنتشيك على، يبقى دي الكونديشن او التشيك كونديشن، هنتشيك على الاي طالما قيمتها 5 استمر في التنفيذ. فالكود هيمشي بالترتيب ده، من الانيشال فاليو يروح للكونديشن، بعدين ينفذ حاجه تانية اللي هي لو الكونديشن كان صحيح، يعني في احتمالين ان الاي تكون اقل من 5 او ان الاي تكون غير ذلك، يعني اكتر من 5 او بتساوي 5، فمعناها في احتمالين، يا اما ترو يا اما فولس. لو كان الشرط صحيح ترو فهيدخل على البادي او يروح ينتقل الى البادي وينفذ البادي. وطبعا الفور لوب لو جمله واحده، من ضمن القواعد زي الاف ستيتمنت ان الفور لوب بتاثر على سطر واحد بس، لكن اذا كان في اكتر من سطر فبنعمل اقواس وبنسمي المنطقه دي البادي زي الميثود بالظبط. طيب فايه اللي يحصل؟ تشيك الكونديشن. يبقى الخطوات، الخطوه الاولى ان احنا بنعمل initial value او initialize initial i، يعني نديها قيمة ابتدائية. الخطوة الثانية check condition،
اف ترو كأن فيها اف، اف ترو هيكون يبقى عندنا ايه، اف ترو اكزيكيوت بادي، ينفذ البادي اللي قدامنا. ايلس لو كان غير صحيح يبقى هيعمل ايه، ترمينيت او خروج من اللوب، خلاص خلصنا اللوب. طيب ولما يتشيك الكونديشن ويعمل اكزيكيوت بعد الخطوة دي مباشرة بيروح للخطوة الفرعية منها انه go to، بعد ما يعمل اكزيكيوت تنفيذ للبادي نروح go to الكاونتر او الانكريمنت، العداد اللي هيزود واحد. يعني السهم هيكون رقم واحد كده، تشيك على الكونديشن، بعدين نروح الخطوة التانية ان احنا نروح للبادي، وبعد ما يخلص البادي الخطوة التالتة ان احنا نروح على الكاونتر نزود الاي، فهتبقى قيمتها اول مره لما بدانا كانت بصفر بواحد مثلا، بعدين لما نفذنا البادي وزودناها بقت الاي باتنين، فيروح يتشيك على الكونديشن مره تانية، يبقى جو تو انكريمنت وبعدين ريبيت نمبر 2، جو تو انكريمنت ذن ريبيت نمبر 2، ريبيت نمبر 2، فيبقى يتشيك على الكونديشن مره ثالثه وهكذا، ويفضل السايكل زي ما احنا شايفين كده، هيبقى اتجاه السهم معانا شكله السايكل او بيسموها لوب او ريبيت، لان احنا عمالين نكرر، او شايفين السهم احنا بنتكرر في الشكل ده. طبعا في بقى تفصيل او امثله اكتر ممكن نبقى نتكلم عنها في المحاضره ان شاء الله، لكن انا دلوقتي بس حبيت اديكم المقدمه على اساس نقدر ندخل في موضوع الواجب، وانتوا فاهمين اللي ما عندوش فكرة عن الفور لوب يقدر يستخدمها او يفهم معانا هنعمل ايه في الواجب بالنسبة للجزئية بتاعت الفور لوب. طيب في حاجة كمان بتستخدم في اللوب، يعني في وسائل كتير زي الفور لوب بالظبط، في حاجة بتقابلها اسمها الوايل لوب. الفرق بين الفور والوايل في الشكل وفي المعنى. خلينا نتكلم عن الشكل الاول. لو اتكلمنا عن ده ان هو الطرف الاول وده السكند وده الثيرد، فالفور لوب لو تلاحظوا هي مجمعة الأول والتاني والتالت مع بعض في مكان واحد. الوايل لوب هتفرقهم عن بعض. بمعنى إيه الوايل لوب هتفرقهم عن بعض؟ هتيجي الوايل لوب على الأول تخرجه بره، والأخير تدخله جوه البادي. طيب واللي في النص يفضل مكانه. يبقى تاني كده، الفور بتجمعهم، الوايل بتفرقهم عن بعض. يعني إيه بتفرقهم عن بعض؟ يعني لازم نيجي هنا ننقل الانتجر، شوفوا جملة الانتجر دي هتبقى انتجر اي بيساوي واحد، ادي اول جملة. طب الجملة التالتة الاي بلس بلس هتبقى اي بلس بلس، حطيناها جوه، قلنا الاول يطلع بره الاخير يدخل جوه، واللي في النص اللي هو الكونديشن اي اصغر من 5 يفضل في مكانه، فيبقى ده الفرق بين الوايل واللوب في الكتابة. طبعا هنا بقية البادي اللي هو سيستم اوت دوت برنت، السطر ده هيتنقل زي ما هو، يبقى هنا سيستم اوت دوت برنت. نكمل سطر الطباعه عادي جدا، يبقى هنا البادي ملوش اي تاثير، بس الاي بلس بلس دخلت في البادي ودايما بتتكتب في اخر سطر في البادي، في اخر البادي مش في اول البادي. تمام. طيب ايه الفرق بقى في استخدام الوايل عن الفور لوب؟ ان في كيس اضافيه للوايل لوب، يعني الوايل لوب بتستخدم نفس استخدام الفور بالظبط اللي احنا شفناه، وهو ان عندي قيمه ابتدائيه، يبقى الشروط عشان استخدم الوايل او الفور ان يكون عندي قيمه بدايه وعندي عداد وعندي شرط توقف، يعني العدد محدد او التكرار بنقول عليها كده، التكرار محدد العدد. يعني ايه محدد؟ يعني انا عارف ان انا هعمل لوب من واحد لاقل من 5، يعني 1 و2 و3 و4. القاعده دي بتنطبق على مين؟ بتنطبق على الفور، وبتنطبق على مين كمان؟ بتنطبق على الوايل. لكن ايه اللي يحصل لو كانت الوايل او بلاش الوايل، اذا كانت الحاله بتاعتنا غير محدده العدد؟ اديني مثال. لو انا اتفقت معاكم دلوقتي ان احنا نعمل محاضره، واحنا في المحاضرة عايز اسأل واحد سؤال، فانا مش لو انا عارف ان اللي داخلين المحاضرة ثلاث اشخاص، فانا هسأل السؤال الاول هيجاوب عليا الاول، بعدين الثاني يجاوب الثاني، بعدين الثالث يجاوب الثالث. يبقى انا كده لما عملت الفور لوب او الوايل لوب انا عارف العدد اهو، العدد اقل من 5 او اقل من 4 او يساوي كذا،
احنا ممكن نقول اي اقل من او يساوي 5، معناها من 1 لـ5، يبقى العدد محدد. لكن لو انا قلت لكم احنا هنعمل محاضره مفتوحه، يعني ايه مفتوحه؟ يعني اي عدد يقدر يدخل، فانا مش عارف عدد الطلاب، فانا هسال اول واحد مثلا، هقول لمحمد يا محمد جاوب على السؤال الاول، هيجاوب عليه الطالب الاول، بعدين هقول لعمر جاوب على السؤال الثاني، فيجاوب على السؤال الثاني، بعدين اقول لاسيل جاوبي على السؤال الثالث، وهفضل اسال الاسئله وانا مش عارف عدد الطلاب. معنى كده ان انا مش محدد لعدد الناس اللي هتعمل لها البروسيس او البادي ده، يعني عدد مرات التكرار في اللوب غير محدد. طيب يبقى مش هقدر اكتب 5 ولا هقدر اكتب 6 ولا هقدر اكتب 20، لان انا مش ملتزم بعدد. ففي الحاله دي مش هينفع نستخدم الفور لوب، هينفع نستخدم الوايل لوب. طب ناخد شكل بقى الكتابه بتاعتها. مثلا دلوقتي انا هقول لكم كل واحد فيكم يديني رقم السؤال، انتوا معاكم كميه اسئله عن الماده وعايزين تراجعوا الماده، فقلتوا لي احنا عايزين نسال اسئله، فقلت لكم طيب هقول لكم كل واحد يدخل السؤال، وهطلب منكم هقول لكم system out.print كل طالب يدخل لي رقم السؤال اللي عايزه. فمثلا واحد فيكم هيقول لي رقم 1، فانا هحل سؤال رقم 1، واحد بعده يكتب لي رقم 2. بس هنوقف امتى الحل؟ لما واحد فيكم يدخل رقم 0. رقم 0 معناها توقف، يعني خلاص. يبقى هنا عدد مرات التكرار وعدد مرات الاسئله، عدد مرات الاجوبه اللي انا هقولها غير محدد العدد. ليه؟ لان ممكن عمر يكون عنده 10 اسئله، ممكن حد تاني يكون عنده 7 اسئله، فانا مش عارف عدد الاسئله. فبالتالي هيبقى كتابه الكود ازاي؟ هتبقى هي الوايل لوب بس هي اللي تنفع في الحاله دي. يبقى ناخد بالنا ان الوايل لوب لها حل استخدام ولها استخدام تاني، اهي الوايل لوب في استخدام تاني اذا كان عدد مرات التكرار غير محدد، وهو ده سؤال الواجب بتاعنا. فبناء على اللوجيك اللي احنا قلناه، ان انا كل مره هقول للطلاب ادخلوا السؤال، وهتشيك على الاكس، حيث الاكس دي الدرجه بتاعتكم، هقول طالما او بينما، وايل معناها بينما، بينما الاكس نوت ايكوال زيرو نفذ البادي. فمثلا هعمل x يساوي input.nextInteger، كل مرة واحد فيكم هيدخل لي الكود بتاعه next integer. أنا ليه كتبتها بره اللوب اللي هي x أخد القيمة من اليوزر؟ لأن أنا لازم في البداية يكون عندي قيمة ابتدائية. فلو تلاحظوا كتبت السطر ده، كتبت لكم السطر ده مرة بره اللوب قبل ما أبدأ اللوب، طلبت من أول طالب يدخل قيمة الاكس او رقم السؤال اللي عايزني احله. فانا رحت عامل وايل وقلت طالما السؤال مش بيساوي صفر ابدأ اشتغل. هعمل انا ايه؟ هجاوب على السؤال answer، هحل السؤال واكتب الحل بتاعي. بس في الاخر انا عايز الوايل لوب تكمل، فعشان الوايل لوب تكمل هسأل طالب تاني سؤال تاني، اكس تساوي، يلا ادخل السؤال اللي بعده input بعد ما جاوبت السؤال dot next integer. وهنا لما هيدخل السؤال انا كده هقفل الوايل لوب. فايه اللي هيحصل يا جماعه؟ تعالوا ندرس التسلسل. قلت لكم سيستم اوت دوت برنت، من فضلكم كل واحد يدخل رقم السؤال اللي يبيه، وصفر اذا كنا عايزين نوقف الكود، يعني وقفتوا الاسئله، خلصتوا الاسئله. فاول طالب هيدخل لي قيمه، اول طالب عملت له جمله لوحده. ليه؟ لان انا محتاج انيشال فاليو، محتاج ابدا، فخدت منه الاكس اول سؤال. فهنفرض ان اول واحد فيكم قال لي سؤال رقم 5، يبقى اكس كانت بـ5، فهيروح يتشيك على الاكس. انا هنا ما عنديش ولا كاونتر ولا انيشال فاليو، لا انا عندي كونديشن بس. حتى ممكن نعتبر ان الاكس في البدايه انيشال فاليو، لكن اهم حاجه ان احنا ما عندناش كاونتر، لان احنا هنعد لحد فين مش عارفين، فبالتالي ما فيش كاونتر. فالاكس نوت ايكوال زيرو معناها لو السؤال 5 ادخل انسر كويشن 5، بعدين حل الحل بتاعك، بعدين اطلب من الطلاب السؤال اللي بعده. فنتوقع ان الطالب الثاني دخل سؤال رقم 7 مثلا. فالكود يعمل ايه بعد البلوك؟ يبقى ده البلوك اهو، يعمل ريبيتنج، يعني المفروض ان الكود ده هو البادي. بعد ما يخلص الحل يروح يكرر مره ثانيه، يرجع لللوب مره ثانيه ويسال نفس السؤال، او رايح بقيمه جديده للاكس، فالاكس هتكون 7 لان الطالب قبل ما يخرج من اللوب دخل قيمه 7 اللي هي رقم السؤال الجديد، فبقت الاكس لا تساوي صفر برضه. فهدخل اجاوب السؤال رقم 7 واحل واسال حد ثاني اقول له يلا دخل لي الاكس، واحد يقول لي الاكس ب3، فادخل مره ثانيه هلاقي الاكس لا تساوي صفر. حد عارف هنوقف امتى؟ مش عارفين العدد المرات،
لكن ممكن واحد فجأة اقول لواحد فيكم دخل لي يلا سؤال يقول لي زيرو زيرو، معناها الشرط هيبقى فولس. اول ما الشرط يبقى فولس ترمينيت، يعني نخرج من اللوب. يبقى اللي احنا شرحناه دلوقتي يا شباب خلصت كده، معلش كانت المقدمه دي مهمه لان احنا ما خدناش لسه اليونت، فعشان نقدر نفهم الواجب انا هعمله عملي على النت بين، وتقدروا تعملوه معايا عادي او بعد ما خلصت تقدروا تشتغلوا على الجهاز، بس حاولوا ان انتوا تركزوا قوي، وانا هبعت لكم الفيديو في الحل بتاع السؤال. قبل ما ابدا العملي، هل في حد عنده سؤال في الجزء ده؟ اي سؤال؟ طيب عموما انتوا تقدروا تكتبوا هنا في البرنامج نفسه في تشات، اللي عايز يحط سؤال او حاجه يكتب وانا هقدر اشوفه في البرنامج نفسه يعني، او يعني مش محتاجين نستعمل الواتساب او يعني زي ما تحب، المهم ان اللي عنده سؤال يقدر يسال اللي هو عايزه. هنبدا بقى نشتغل عملي بناء على الوايل لوب، وهوريكم شكلها مره ثانيه عشان بس نتاكد احنا اتفقنا ان امتى استخدم، يعني انت دلوقتي قاعده عشان لما ناخد الكلام ده في المحاضرات ونستعد للفاينل تبقى انتوا عارفين ان احنا اللوب نقدر نعمله بطريقتين، طريقه الفور وطريقه الوايل. الفور بتشتغل مع عدد مرات التكرار المحدد. يعني ايه المحدد؟ يعني لو عارف عدد مرات التكرار، فمثلا انا اقول لك اضعي لي اسماء الطلاب اللي في السكشن، يبقى السكشن فيه مثلا 20 طالب، يبقى السكشن ما دام عدد الطلاب السكشن بيتكون من 20 ستودنت يبقى ده عدد مرات محدد، اقدر استخدم الفور لوب، واقدر استخدم الوايل لوب بالطريقه الاولى لان هي الفرق بينهم مفيش فرق. لكن إذا كان عدد مرات التكرار، إذا كان عدد مرات التكرار غير معروف غير محدد، بقول لك كده مثلا حل أسئلة لحد ما يقابلك سؤال مثلا خارج موضوع اللوب، فأنت ما تعرفش إمتى هيقابلك السؤال خارج موضوع اللوب، فيبقى عدد مرات التكرار غير محدد. في الحالة دي بالذات هنستخدم الوايل لوب لأن ما عندناش ولا يجوز استخدام الفور لوب، لأن الفور لوب بتحتاج ثلاث أجزاء لكن الوايل لوب مش محتاجة الثلاث أجزاء. طيب هنبدأ العملي. أنا بعت لكم السؤال مع الإجابة فإلى حد ما أنتم معاكم يعني نسخة منه، لكن أنا هعمل كل حاجة قدامكم دلوقتي. طبعا أول ما نفتح برنامج النت بين، اول ما نفتح برنامج النت بين خدوا بالكم معايا، هنلاقي فيه على الشمال كده في البروجكت اللي نقدر نسويها، البروجكت اللي نقدر نسويها. فتعالوا نشوف لو رحنا على البروجكت، هنروح اول حاجه في النت بين، انا هكبر برنامج النت بين عشان الناس تشوف شويه، هنروح على فايل ونعمل نيو بروجكت، وفي النيو بروجكت هنختار من الاول واحده جافا والناحيه الثانيه جافا ابلكيشن ونعمل نيكست. هيقول لنا هتسمي البروجكت ايه، في نيمينج كونفنشن الدكتور طالبه في السؤال، عايزكم تسموا البروجكت باسمكم. فمثلا لو واحد اسمه خالد علي فهنكتب كلمه خالد اندرسكور عشان ما ينفعش يبقى فيه مسافات علي، وبعدين اندرسكور كمان مره وتحط رقمك الجامعي، فكل واحد يحط الرقم الجامعي بتاعه 09 0909 مثلا، يعني اي رقم، المهم الرقم الجامعي ليك. وهيكون في تشيك بوكس اسمها كرييت من كلاس، هنشيل التشيك بوكس دي، نتاكد ان احنا بنشيل التشيك بوكس عشان احنا مش عايزينه ينشئ لنا اي كلاسات. وكده هتلاقي عندك اتكون في الشمال بروجكت جديد باسمك، عمر هيكون باسمه، فلان هيكون باسمه، كل واحد هيكون باسمه البروجكت بتاعه. طبعا انا طلع لي حاجات لان انا كنت يعني شغال على البرنامج قبل كده، فادي البروجكت اهو اللي هو خالد علي او اسمك زي ما كتبنا،
تفتح العلامه دي، علامه الكولابس، تعمل لها اكسباند، وبعدين تعمل اكسباند مره تانية للسورس باكج، وتقف على الديفولت باكج وتعمل رايت كليك وتنشئ جافا كلاس. جافا كلاس ده اول جافا كلاس هنتعلمه. الجافا كلاس هيكون اسمه نفس اسم الباكج، بس الاسم بيكون كابيتال، فهتسمي خالد اول حرف دايما يا شباب بيكون كابيتال، خالد، ومن غير اندرسكور ولا حاجه، خالد علي. اسماء الكلاسز بتكون كده، وممكن اندرسكور وتحط رقمك الجامعي، او على طول تلزق رقمك الجامعي 090909، يعني يكون كونكاتينيتد مع اسمك. فانا كده بعمل اول جافا كلاس، ومش هعمل اي باكج ولا اي حاجه، وهعمل فينش. الدكتور طالب منكم ان يكون، او السؤال مطلوب فيه ان يكون طريقه التسميه للملفات بالشكل ده. نرجع كده نبص احنا حصلنا على ايه. اسمك، رقمك الجامعي ده اسم البروجكت، جواه سورس باكج، جواه ديفولت باكج، جواه جافا كلاس، اسمك ورقمك الجامعي. لما هندخل جوه هنلاقي فيه كومنتس محطوطه، انا همسحها، انتوا مفيش داعي تمسحوها، يعني محدش يمسح اي حاجه، انا هنا همسحها علشان بس يبقى المكان كامل وتقدروا تشوفوا، لكن انتوا يفضل ما تمسحش حاجه لان بيتسجل فيها اسم الجهاز اللي بيطبع والكلام ده. المهم ان احنا هنروح داخل الكلاس، شايفين كلكم كده معايا، ممكن حتى نكبر شويه ال حاول نكبر الفونت شويه. اللي يفتح البرنامج عندكم وعايز يكبر الفونت عشان يشوف التكست بيبقى صغير شويه، فيروح على تولز وبريفرنس، وفي البريفرنس هتلاقي فونت اند كالر، هفتحها مره تانية لو ان هي متسجله بس اوكي مفيش مشكله. تولز، بعدين اوبشن تحت خالص في الفيرجن الجديد، وبعدين فرونت فونتس اند كالر، بعدين ممكن تخلي الفونت زي ما انت عايز. انا عندي مثلا هنا 24، ممكن اخليه اكبر شويه، ممكن اكتب السايز اللي انا عايزه. اقدر اخليه مثلا 30، كل واحد يعني ايه، انتوا عندكم اجهزتكم هيكون الرقم مناسب، لكن اللي يحب يبقى عارف ازاي يكبر حجم الخط. انا عشان الناس بس تشوف معايا دلوقتي وانا بكتب الكود بتاعي. طيب اول خطوه هنعملها، او عايزين نقرا السؤال نعرف احنا كده جاهزين لكتابه الكود. احنا كده جاهزين لكتابه الكود، وانتوا عارفين ان اول حاجه بنكتبها في الكود هي المين ميثود، فكلنا هنكتب public، بنكتب اول حرف بس، public static s void main. زي ما انتوا شايفين كده كتبت مره ثانيه نعيدها، psvm public static void main جنب بعض الحروف من غير مسافات ولا اي حاجه، وبعد ما اخلص الحروف اضغط تاب هيكتب لي هو public static void main، وتكتب تاب ايه public static void main. ايه المشكلة؟ الصوت بيقطع. طيب حاضر، اه ماشي، هو بس عشان الكيبورد الظاهر لان لها صوت، فالصوت بتاعها بيخرب الصوت، بس ساعة الشرح اللي شرحناه نظري كانت الامور ماشية كويس، ولا كان الصوت بيقطع شباب؟ تمام. طيب تمام،
دلوقتي لما نروح على البرنامج هنيجي جوه المين ميثود وهنبدأ نشرح جزء جزء كده ايه اللي المفروض نكتبه. ده البروجكت بتاعكم، بيقول لنا yesterday Mr. Nader went to supermarket and purchased many products. راح السوبر ماركت واشترى برودكت. بعدين unfortunately we when he went to the cashier معلش ثانية واحدة. تمام. When he went to cashier he discovered that there is no enough money with him. يعني الراجل راح يشتري حاجات items من السوبر ماركت وهو بيحاسب الكاشير لقى ان معهوش مبلغ كافي. Since Mr. Nader is your neighbor you decide to help him. انت الراجل ده جارك مستر نادر فعايز تساعده by writing a Java program that check if he has enough money or therefore or not before going to cashier. يبقى انت عايز تساعده في ان هو يعمل برنامج عشان يعرف هل المبلغ اللي معاه كافي ولا لا علشان يقدر يقدر يروح للكاشير يعني يحاسبه او لا. فلو تلاحظوا الحاجة المهمة اللي موجودة عندنا دلوقتي إن في عملية التشيك، إن إحنا قررنا إن إحنا نعمل برنامج decide to help him check if he has enough money وcheck he has يعني هنعرف هو معاه كام ونحسب اجمالي الايتم اللي هو اشتراها ونطرحهم من بعض ونقول له هل الفلوس اللي معاه كافية ولا لا. يبقى تاني انا عايز برنامج ياخد المشتريات من العميل او من اليوزر يجمع مجموعها صح يشوف الاجمالي بتاعها كام بعدين يطرحها من رصيده فاذا كان رصيده ده يسمح او اكبر او رصيده اكبر من او يساوي مجموع المشتريات تكلفة المشتريات فساعتها هيكون مسموح له ان هو يشتريها. In addition لو تلاحظوا كاتب the program will print the product with the minimum price. فانا عايز اشرح بس الاول كده الفكرة قبل ما نكتب الكود ان المفروض ان انا هطلب من اليوزر انه يدخل لي مبلغ فهقول له انت معاك كام يعني اجمالي المبلغ فاسك يوزر تو انتر هيز برايس فيبقى في سطر بيحسب البادجت او التوتال او المبلغ اللي معاه يعني هنقول ان المبلغ ده هنسميه وليكن الاجمالي البادجت اللي معاه فلو انت قلت لي ان البادجت اللي معاك بيساوي 100 عن طريق input dot next integer طبعا فانا كده عرفت ان انت معاك 100 دولار 100 دينار 100 اي حاجه. بعدين هبدا اطلب منك تدخل الايتمز اللي انت هتشتريها لان انا عايز اعرف هل الفلوس هتكفي ولا لا. فبالتالي الراجل هيدخل لي الايتم الاول هيكون سعر الايتم اسمه برايس مثلا واسم الايتم هيكون اسمه نيم. فكل مره اليوزر هيدخل لي الايتم الاول عن طريق input dot next اكيد وهيدخل اسم البرودكت عن طريق input dot next name يبقى next id و next name. يبقى انا دلوقتي قرأت منك سعر المنتج وتكلفة المنتج او اسم المنتج واسم المنتج وسعر المنتج بس انا عايز اريبيت لان انت هتشتري اكتر من حاجة وانا مش عارف انت هتشتري كام حاجة. يبقى هنا قدامنا لوب ومش هينفع نستخدم الفور لوب. ليه؟ لان انا مش عارف انت هتشتري كام ايتم. انت ممكن تشتري 15 ايتم 3 ايتم 20 ايتم فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نستخدم الوايل لوب والوايل لوب ساعتها الشرط بتاعها ايه هو؟ يبقى انا لازم اقول له دخل لي الاسم المنتج اللي انت هتشتريه وسعره واسمه بس بشرط
لازم في وقت معين تقول لي توقف. هنقرا دلوقتي بقيه المواصفات في السؤال، بس اذا كان مثلا العلامه ان هو يدخل لي في السيستم كلمه اند، فانا هقول while، هحط شرط هنا، هقول ان النيم اللي هيدخله اليوزر مش هيكون اسم منتج، وعشان اقارن ما اقدرش اقول ايكوال ايكوال لان انا بقارن سترينج بسترينج، فهقول نيم دوت ايكوال تو، درسنا ايكوال تو طبعا، وهحط هنا كلمه في الاقواس كلمه اند، اند معناها ان النهايه، فطالما هو بيدخل لي النهايه بس هحط علامه نوت. ليه هنحط علامه نوت؟ لان لما نقراها كده طالما او while ان not name equal end، ادخل نفذ دول، فهيفضل ياخد منك السعر والاسم طالما انت مش حاطط بص not end. لكن لو كتبت end الكونديشن ده هيطلع false، لان not end دي بقت false، دي بقت end، فيخرج البرنامج بره. يبقى الفكره بتاعتنا ان احنا هنطلب من اليوزر يدخل اجمالي المبلغ، بعدين نفضل نطلب منه نكرر بدون ما نكون عارفين عدد مرات التكرار، يبقى نكتب while، نكرر منه طلب السعر والاسم، ولما يخلص طيب احنا هنحسب له الاجمالي ازاي؟ في معادله مشهوره جدا بتقول ان التوتال، لو احنا عايزين نجمع هنعرف فاريبل اسمه توتال، ونقول توتال بيساوي توتال زائد البرايس. تعالوا نوضح دي هتشتغل ازاي وهنشوفها لما نشتغل عملي. فمثلا لو اول واحد فيكم دخل، ايه المشكله؟ تفضل. والله يا محمد انا يعني عملت ريسيت للحاجة والمفروض ان الصوت شغال، فلو في مشكلة في الصوت هيبقى يعني هو مش من النتورك غالبا. فعموما في تسجيل انا هخلص على طول وابعته لكم، تقدر تشوف التسجيل لو الصوت معاك مش مقطع، بس حاول تتابع معايا على اساس يعني الوقت ضيق، فانا عايز اشتغل عملي شوية، بس انا يعني عارف يعني موصل الصوت نفس الكونفيجريشن اللي بشتغل بيها كل يوم، فما فيش حاجه جديده، حتى الكونكشن يعني لقيته نفس المواصفات وسريع وما فيش اي تغير يعني حاصل عندي، فمش عارف. فعشان ما نعطلش بس الامور يعني نكمل، والتسجيل ما بيبقاش الصوت بيقطع فيه، وحتى لو في مشكله نبقى نعيد الموضوع ما فيش مشكله، بس على الاقل نخلص دلوقتي الخطوات بتاعتنا عشان الناس اللي عندها مناقشه بكره. زي ما اتفقنا كده يبقى عندنا while loop، طيب اوكي حاضر هبعت لكم التسجيل. اوكي عموما مفيش مشكلة، ممكن نعيد المحاضرة زي ما اتفقنا، بس خلينا نكمل دلوقتي على الأقل عشان التسجيل يبقى كامل، وجربوا التسجيل لو في مشكلة نقدر نعمل إعادة في المعهد يعني. بناء على الكلام اللي قلناه هنبدأ نكتب الكود بتاعنا. طبعا اول حاجة في البداية بيطلب مني read from نادر amount of money with him، يعني هطلب من نادر ادخال المبلغ اللي معاه. احنا اتفقنا ان دايما في الجافا بنسيب سطور للمتغيرات، فانا هنزل شوية كده وهبدأ اكتب
تعريف المتغيرات اللي عندنا، فهيكون نطلب من اليوزر، فهنكتب سيستم اوت دوت برنت. ودايما بنستخدم print line. هنقول ان احنا عايزين ندخل مثلا ادخل system dot out dot print، ما كتبنا خلاص. هنقول له please enter your amount او amount with you، يبقى please your amount. لسه الصوت مش مظبوط. ها شباب، الصوت لسه مش مظبوط ولا ايه؟ طيب اوكي، يعني انا هحاول اكمل زي ما قلت لكم، ولو احتاجنا اعاده مفيش مشكله نبقى نعيد مره تانية. فالسطر الاول بناء على السؤال هو طلب مني ان اليوزر read from nader amount of money with him، فقلت له ادخل الاماونت اوف ماني، وطبعا ده يخلينا نكتب سطر فتح قناه اتصال مع اليوزر لو تفتكروا. فكنا بنستخدم سكانر input يساوي new scanner، وانا مديلكم الورقة فيها الشرح بتاع كل سطر. السطر ده ان احنا نفتح قناة اتصال او انشاء قناة اتصال ونعمل جواها system in. system in دي يعني هناخد مدخلات من اليوزر، وبعدين نيجي بره ونعمل سيمي كولون، وطبعا هيديني ايرور. فلما اقف على البرنامج او على السكانر واعمل رايت كليك، او بمجرد ان انت بس تروح عند الايرور كده هتلاقي بيقول لك اد امبورت، فتعمل امبورت، فعمل لنا الامبورت اوتوماتيك فوق، او نقدر نكتبها بايدينا. يبقى احنا كده طلبنا منه انه يسمح لنا ان نستخدم اللايبرري بتاعه الجافا، وخصوصا جافا يوتيليتي سكانر، علشان لما نفتح او ننشئ قناه اتصال البرنامج يتعرف عليها وما يديناش ايرور. يبقى دي الخطوه الاولى في المين، ان احنا انشأنا قناة اتصال. بعدين طلبنا من اليوزر ادخال قيمة، وهنبدأ بقى ناخد منه المدخلات. فالمدخل الاول هيكون المبلغ الموجود معاه، فهنفرض ان الراجل هيدخل لنا مبلغ وليكن دبل اسمه الاماونت. وننزل تحت، ننزل بعد كده ونقول له الاماونت بتساوي input dot next integer. طبعا next integer المفروض نكتبها بالفورمات بتاعتها capital اهي، وبعدين سيمي كولون. يبقى لحد دلوقتي كتبت ثلاث سطور، السطر الاول انشاء قناه الاتصال، السطر الثاني اطلب من اليوزر يدخل القيمه، السطر الثالث اقرا القيمه منه. الفقره الثانيه في السؤال بتقول read from Mr. Nader many lines،
اوكي ماشي، يعني المين ميثود. اوكي، زميلكم بيقول لي ان المين يعني المفروض ان احنا نكتب public static void main، صح؟ ما انا قلت لكم طريقة كتابتها public static void main، وبعدين تعمل tab فيكتبها اهي automatic. بس واحنا انتوا بتتكلموا عن موضوع الصوت انا كتبته ما كملتهاش، فا ايوه بالظبط كده. فيبقى public static void main automatic، تكتب PSVM وتضغط تاب يطلع معاك على طول المين، وتكتب الكود بتاعك جوه المين. دلوقتي السطور الثلاثة اللي احنا كتبناهم بالإضافة لتعريف المتغير خلاص خدنا من اليوزر القيمة بتاعته. دلوقتي بيقول لي read from Mr. Nader many line each line consists of two values، كل مرة تاخد منه سطر يكون فيه قيمتين. ايه هما التو values؟ البرودكت نيم او نيم اوف برودكت والبرايس. يبقى انا هطلب منه ادخال البرودكت نيم والبرايس، فهقول له سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، وفي النص هقول له طبعا او الستيتمنت اللي عايزها تظهر له انتر all product name and price. يبقى هيدخل كل واحد من اللي هو دخلهم all product، يعني انا عايز ادخل كل البرودكت اللي عايز يشتريها واسعارها. واتفقنا ان احنا هنا هنيجي بقى للجزء المهم، ان احنا عايزين نعمل while loop، عايزين نعمل while loop زي ما شرحنا من شوية. الوايل لوب فايدتها انه هنطلب منه يدخل القيم، وكل ما يدخل قيمة نجمعها على القيم السابقة. فبس نكمل قراءة عشان عايز اقول حاجة مهمة. At the end program should print message indicating if Mr. Nader has enough money، يعني في الاخر هعرف هو معاه اجمالي ولا لا، يكفي الفلوس اللي معاه تكفي المشتريات. Only if he has enough money. The program should also print name product، اسم المنتج that minimum price، اقل واحد في السعر، المنتج اللي كان اقل سعرا in addition to price، بالاضافه لسعره. وراوند تو ديسيمال بليس اتكلمنا عنها. وبعدين السؤال بقى الدكتور بيركز على شويه نقط مهمه، هي دي اللي بتخلينا نعرف نحل السؤال بطريقه صحيحه. اول جمله او اول هنت مديهولنا الدكتور في السؤال ان اليوزر should enter word stop as a product name to finish the input، يعني امتى اللوب هيخلص؟ هي دي النقطة اللي كنا عايزين نتكلم عنها. ان انا دلوقتي هكتب while او هطلب منه الاول ادخال قيمة وليكن البرودكت نيم، فهعرف فاريبل اسمه نيم، فلازم اطلع فوق بقى في منطقة التعريفات نعرف البرودكت نيم والبرودكت برايس. هنيجي هنا كده ونعرف string نسميه name، ونيجي مع الدبل اللي هنا دي كده ونعرف له كوما، ونقول سعر البرودكت نفسه يبقى price، صح؟ ان هي دبل. ولما اخد من اليوزر هاخد منه name يساوي input dot next، بس انا لما هاخد الاسم يبقى next ايه يا جماعة؟ كلمة واحدة هو هيقول لنا الأسامشن، فنكست بس. input.next ونعمل سيمي كولون. يبقى احنا كده أخدنا من اليوزر أول قيمة، يبقى حتى السطر ده نقدر نكتب عليه read first name بره الوايل لوب. ابدا دلوقتي ادخل في اللوب واتشيك على اول اسم دخله اليوزر، فاكتب وايل، والوايل لوب هيكون لها بادي، وهكتب ايه في الوايل بقى؟ البادي بتاع الوايل هقول له وايل ان النيم دوت ايكوالز الكلمة اللي هو الدكتور الدهاني في السؤال اهي قدامنا، كلمة stop، كلمة stop. يبقى طالما الـ name بيساوي، احط double quotation
بيساوي ستوب. انا مش عايزه يدخل الكود لما يكون بيساوي ستوب، انا عايزه ما يدخلش الكود لما يساوي ستوب. يبقى لازم اكتب هنا نوت، طالما النيم نوت ايكوال، فالنوت بنكتبها علامة تعجب بره كده، نوت نيم ايكوال ستوب ادخل. يعني الاسم مش بيساوي ستوب، يعني دخل اسم المنتج الاول. هعمل ايه ساعتها؟ هطلب منه السعر، فاقول له برايس، لان انا سألته السؤال قلت له دخل كل اتنين او دخل كل القيم اللي انت عايز، الايتمز اللي عايز تشتريها. فهقول له برايس، معلش اسف، برايس يساوي input، والبرايس هيكون دبل دوت نيكست، دبل اهي قدامنا وسيمي كولون. يبقى احنا كده قرأنا من اليوزر البرايس للمنتج اللي هو عايزه. نقدر نكمل. لما انا دلوقتي معايا البرايس ومعايا اسم المنتج، اول حاجة عايز اعملها ان انا اجمع، عشان هو عايز يعرف الاجمالي وهل